السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنكمل بقية اليونتس، هناخد النهاردة يونت 16. قبل ما أبدأ اليونت إن شاء الله حابب بس أقول لكم اللي إحنا أعطيناه المرة اللي فاتت اللي هو التشابتر 5 واليونت اللي فاتت، يعني يا ريت تحلوا عليهم إكسرسايزز كتير جدا، ولو في أي حاجة نزلوها تحت الفيديو إن شاء الله بإذن الله نعيشها مع بعض وتبعتوها. طيب سمونا بقى يونت 16 بيتكلم على أنيمال ستوريز، قصص الحيوان، وكلمنا على تو ستوريز جزء الريدنج يعني باختصار، بيتكلم على ذا انت اند ذا جراس هوبر اللي هي النمله والجراده، وفي منهم قصه متعلمنا ايه منها؟ عايزين نطلع منها بحاجه اسمها مورال. المورال اللي هو الدرس الاخلاقي من القصه، اي قصه بيبقى لها مورال زي بلاك بيوتي يقول لك وات از ذا مورال اوف ذيس ستوري، الدرس المستفاد. طيب وفي قصه ثانيه اللي هي ذا جوز اند ذا جولدن ايجز، ودي مشهوره جدا اللي هي الوزه والجولدن ايجز اللي هو البيض الذهبي، ودي قصه الفارمر الفلاح اللي كان هو في ابتدائي. طبعا احنا مش هنتكلم تفاصيل القصه كتير، انا حابب بس اطلع لكم الفوكاب او المين فوكاب بتاعتها والاكسبريشنز او البروبوزيشنز اللي فيها، وانتم ان شاء الله باذن الله تقراوهم، مش هياخدوا بيجيبوا تقريبا 3 مينتس وتعرفوا بيتكلم عن ايه وتطلعوا برضه الكلمات بالطريقه. أول كلمة grasshopper اللي هي الجرادة، في كلمة content معناها راضي أو جرادة، في فلش أحمر، wise حكيم، وإحنا هنشوف هنا مين الحكيم the ant or grasshopper، مين الأكثر حكمة؟ هتلاحظوا في الآخر إن الـ ant أكثر حكمة لأن هي قدرت إن هي تخزن الأكل بتاع الصيف بتاعها في الـ spring في الربيع، وبيتكلم عن فصول السنة وبترتيب فصول السنه، لو قلنا وينتر شتاء وبعد كده سبرينج ربيع، وينتر سبرينج وبعد كده سمر وبعد كده اوتوم اور فول، ده ترتيب الفصول الاربعه. طيب في جوز طبعا الجمع بتاع جيز، خلي بالكم منها، في جولدن هو الذهب كنوع، لكن جولدن كادجكتيف ذهبي، في جريدي اللي هو زمان از فيري جريدي الريدي اللي هو معناه طماع، والراجل الطماع يبقى الفلاح اللي هو طبعا طمع كتير في الجولدن ايجز، وافتكر ان هو كل الهنز الفراخ طبعا فيها بيض وقال له احنا ناخد بيض. ما باختصار شديد في المورال درس الاخلاقي، في كان يقتل او يذبح، في ليه خلي بالكم من دول عشان مهمين جدا، الفعلين دول مهمين جدا، في ليه وفي لاي ليه. طب ايه بقى الفرق بينهم؟ الأولى بمعنى طبيب والثانية بمعنى يركض أو تركض، يبقى لاي بمعنى طبيب، لاي بمعنى تركض، وبالفعل لاي ده برضه ممكن يبقى معناه يجذب، ولو بمعنى يجذب يبقى التصريف بتاعه لاي منتظم عادي جدا، ده كده بمعنى يجذب، مهمين جدا التلاتة دول خلي بالكم، أنتوا اللي عليكم لاي بس تاخد بالك من لاي بمعنى تركض. والله بمعنى الدرس. طيب البروبوزيشنز والاكسبريشنز سريعا، في prepare for يجهز ده، في pick up يلتقط، في plan for يخطط ده، في collect for يجمع، واللي جمع اللي هي الانت طبعا كان بتجمع الفول بتاعها، وفي ask for advice لو انت عايز تسال واحد wise حكيم بتقول له I want to ask a wise man for his advice. ده باختصار شديد الجزء الريدنج. الجزء الجرامر مهم جدا بنتكلم النهارده على زمن جديد اللي هو past perfect tense اللي هو زمن الماضي التام. يعني ايه ماضي تام؟ الماضي التام احنا عندنا اتنين ماضي، في ماضي بسيط وفي ماضي تام. دايما الحدث الاول الحاجه اللي بتحصل الاول بنحطها في الماضي التام، والحدث اللي بيحصل التاني بنحطها في الماضي البسيط، زي ما نقول الماضي بعيد والماضي قريب، زي الكلام ده. طب شوف المثال ده كده، I went to the park after I had finished my homework. طيب المثال بيقول انا ذهبت للحديقة بعد ما انهيت الواجب بتاعي، ايه الحدث الأول اللي حصل؟ إن أنت انهيت الواجب، فدايما الحدث الأول نحطه في الماضي التام. طب الماضي التام بيتكون من إيه؟ من هاد والتصريف هاد أو هادنت، الاثنين صح. طيب أنا عملت إيه؟ حطيت الحدث الأول، ما أنا خلصت الواجب ده في الماضي التام، يبقى أنا ذهبت للحديقة بعد ما خلصت الواجب. يبقى خلصت الواجب وبعد كده ذهبت الحديقه، الحدث الثاني في الماضي البسيط. طب في بعض الروابط اللي بتيجي في الماضي التام، ده اكزامبل بسيط على الماضي التام، في بعض الروابط بقى مهمه جدا اللي تاخدوا بالكم منها، ده مهم جدا
وفي بعض التركات هنمشي خطوه خطوه كده على القاعده الاساسيه. عندنا after as soon as when. تاني after as soon as when. دول بيجي بقى دول الباست بيرفكت. وخلي بالك الباست بيرفكت يعني first action. باست بيرفكت يعني first action اللي هو الحدث الاول، وبعد كده باست سمبل اللي هو الحدث الثاني. جميل جدا. طب يا مستر لو في النص في مشكله؟ ما فيش مشكله، بس يجوا سمول. يعني فور يور رايت لو بدا بالكلمه سمول يبقى تعرف انت تستخدمها في النص. after as soon as when. بعدهم برضه باست بيرفكت الحدث الاول اللي هو ما تم، وقبلهم باست سمبل اللي هو الحدث الثاني اللي هو البسيط. ما فيش مشكله، جت في الاول جت في النص لازم يجي بعدهم الحدث الاول. تعرف ان الحدث الاول دايما بيبقى في الباست بيرفكت في الماضي التام. جميل جدا. عكسهم على طول before by the time when. before by the time when عكسهم. طيب يعني ايه عكسهم يا مستر؟ يعني بيجي بعدها الحدث الثاني وبعد كده الحدث الاول. ايه الحدث الثاني؟ اللي هو الباست سمبل، وبعد كده الحدث الاول اللي هو الباست بيرفكت. طيب لو جبناهم في النص يبقى سمول برضه ما فيش مشكله، يبقى يجي بعدهم برضه الحدث الثاني اللي هو الباست سمبل، فبدون الحدث الاول والامر الثاني اللي هو الباست بيرفكت. طيب انا بس هقول لكم القاعده الاول وبعد كده نحل على طول. طيب بيفور وافتر لو ما فيش وزاوت سبجكت بدون فاعل، دي مهمه جدا. لو بيفور وافتر ما فيش بعدهم فاعل نجيب الفيرب في الاي ان جي. طب ونطبق القاعده بقى، الاي ان جي بعد بيفور جه بدل ايه؟ المال البسيط، يبقى الجمله الثانيه مال تاني. طب وافتر الاي ان جي جت بدل ايه؟ بدل المال التاني، يبقى الجمله الثانيه مال بسيط. عادي جدا، هو اكيد هيبقى في جملتين الروابط دي بتربط الجملتين ببعض، دي مهمه جدا جدا جدا. طيب في بقى عندي اخر حرف خالص في الدرس، ودي تريكه بسيطه جدا بتيجي كده عشان تلخبط الناس. في باي، باي دي العادي لو انا جبت مثلا سنه بعدها ولا حاجه بنجيب زمن معين. طيب وبتعبر دايما عن بحلول، مثلا لو جت في السنه بعد كده يبقى في المستقبل. انا مش هدخلكم في المتاهات دي. لو انا جبت باي 2021 مثلا 2021 بجيب مستقبل. طيب لو انا جبت بقى فتره زمنيه محدده لكن في الماضي، كلمه ده اللي على الماضي، هجيب ماضي تاني. يعني باي 8 ام الساعه 8 مثلا، الساعه 8 يسترداي امس، هجيب على طول بعدها ماضي تاني. انت خد بالك اللي عليك بس دي، باي فتره زمنيه كلمه ده اللي على الماضي، يبقى اجيب ماضي تاني. طب الكلام ده كله جميل جدا. اخر نقطه بس، تل وانتل في القاعده، تل وانتل حتى بيجي بعد تل وانتل ماضي تام وقبلها ماضي بسيط، بس الماضي البسيط خد بالك لازم يكون منفي. طب يا مستر تعالى كده نشوف واحده واحده الكلام اللي انت بتقول عليه عشان نطبق اكتر. بتيجي ازاي الكلام ده؟ ريرايت بيقول اي ونت تو ذا كلاب زين اي بلاي تو تنس. ركز بقى، ايه الحدث الاول؟ انا ذهبت للكلاب زين، بعد كده لعبت تنس. ايه الحدث الاول اللي انا ذهبت للكلاب؟ حط عليه واحد نمبر 1. طب الحدث الثاني اي بلاي تنس نمبر 2. طيب هو عايز يستخدم افتر، تعال نشوف قاعده افتر بتقول ايه؟ بتقول ايه قاعده افتر؟ ادي افتر اهو as soon as when، اي كلمه من دول يجي بعديها باست بيرفكت الحدث الاول، بعد كده باست سمبل الحدث الاول ماضي تاني، حط افتر. فين الحدث الاول؟ اهو هاته في الماضي التام افتر اي. ايه الماضي التام؟ هاد التصريف التام بتاع وين اللي هو جن. افتر اي هاد جن تو وكمل ذا كلاب، اشطب بقى زي خالص اي بلايد تنس. يبقى بعد ما ذهبت الحدث الاول انا ذهبت، وبعد كده لعبت الحدث الاول انا ذهبت، بعد ما ذهبت انا لعبت تنس. يبقى ده الحدث الاول اهو، وده الحدث الثاني في الماضي. يبقى كده تمام. جميل، تعال نشوف الجمله اللي بعدها على بيفور. فيرست يعني اول حاجه علي واشد ذا ديشز، واشد ذا ديشز. زين هي واتش تي في، بعد كده شاهد التلفزيون. عايز بيفور كابيتال؟ اه كابيتال. طيب نعملها كده بيفور، بيجي بعد بيفور ايه؟ هنشوف كام بيفور. عكس افتر، باست سمبل باست بيرفكت. طيب الباست سمبل دايما يبقى الحدث الثاني، يبقى بيفور قبل ما يشاهد، يبقى بيفور هي واتش تي في، قبل ما يشاهد التلفزيون. ايه يا عم بعمل؟ ها؟ بس مش هينفع اقول هي، لازم اقول بقى الاسم بيفور علي، وبعد كده احط هي علي. بيفور علي واتش تي في، ايه بقى؟ هي هاد واشت زيلشيس. انت مشيت على نفس اللي انا قلت عليه،
بيفور قبل، لو انت شفت الميننج هتلاقي الكلام مظبوط. قبل ما يشاهد ايه الحدث الاول اللي عمله؟ قبل ما يشاهد التلفزيون غسل، يبقى غسل غسيل الاول حدث يبقى ماضي تام، وبعد كده الماضي البسيط هو اللي انت جبته بعد كده، مفيش فيها مشكله خالص. طيب يبقى ده الري رايت. ازاي نحل الري رايت؟ باي 7 o'clock yesterday evening اللي احنا لسه قايلين لها التركيه، انا جبت لكم الاثنين. I my lessons، ويقول لك I studied or had studied، طبعا دي why فتره زمنيه، كلمه تبع الماضي يبقى دي ماضي تاني، يبقى I had studied my lessons. جميل جدا. before في بعدها حاجه؟ مفيش بعدها فعل. before the exam عمر had studied hard. خد بالك ان before اصلا بيجي بعدها ماضي بسيط. جميل. والجمله الثانيه ماضي تام اهي. طيب يا مستر انا جيت باست، لا غلط طبعا. الكلام ده مش صحيح. ليه؟ لان هي before without subject، وده مهم جدا جدا جدا. يبقى before passing the exam. وده كان طبعا نهايه الجزء اللي احنا قلناه. ما فيهوش فيه مشكله خالص. اللي عايز طبعا ياكد على القاعده تاني ممكن يعيد الفيديو مره واثنين وثلاثه. ان شاء الله المره الجايه باذن الله هنتكلم بقى وندي، عايزكم تحلوا على اليوت على الدرس ده، وتبعتوا لي لو في مشكله عندكم في جمل واقفه قدامكم او حاجه. حلوا الري رايت، حلوا التشوز، حلوا الجزء الريدنج بتاع الستوريز، وعرفوا المورا لسه ايه الدرس المستفاد من القصه. وان شاء الله المره الجايه باذن الله في بدايه الحصه هندي اكسرسايزز كتير على ليسون 1 و 2، وناخد ليسون 3 و 4. والسلام عليكم ورحمه الله.